نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشكل قاطع إعلانها سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات مع استثناء البعض منها، وذلك بعد انتشار مجموعة من الأخبار الزائفة والمغلوطة بمواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الوزارة في بيان لها إن البلاغ الذي يتم تداوله من بعض الأشخاص بهذا الخصوص مفبرك ويتضمن مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب. وأكدت الوزارة أن أي مستجد يهم الامتحانات ومختلف العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي الحالي سيعلن عنه في الوقت المناسب عبر قنواتها الرسمية.